منصور سرحان، تفضل. شكرا سيد الرئيس. قد يكون لدي رأي مخالف ولكن بشكل بسيط جدا. يسعى مشروع القانون إلى زيادة مساحة الأرض التي تبنى عليها الوحدة السكنية، وأخال أن لهذه الزيادة أسبابها ووجهتها التي منها: أولا، يحصل المواطن البحريني على وحدته السكنية بعد عدة سنوات من تقديم طلبه تصل إلى 15 وحتى 20 سنة، وفي أثناء سنوات الانتظار هذه تزداد أفراد عائلته من خلال الإنجاب، فمن تقدم بطلبه مباشرة بعد الزواج تتحول أسرته من 2 إلى 5 أفراد في المتوسط عبر فترة الانتظار المذكورة. ثانيا، قد يحصل البعض على وحدته السكنية وأولاده تجاوزوا سن البلوغ، وقد تزوج بعضهم وأنجب، الأمر الذي يجبر الأب على توسيع منزله أفقيا إن أمكن ذلك، أو عموديا ليلم شمل عائلته، إذ ليس في مقدور ذوي الدخل المحدود شراء قطعة أرض وبناء سكن عليها لأبنائه. وبخصوص ما جاء في تقرير اللجنة الموقرة من بين تبريرها لرفض مشروع القانون أن بعض الوحدات السكنية تقدم للفئة الخامسة المكونة من شخص واحد فقط كالمطلقة والمهجورة والأرملة وليس لها ابن أو العزباء أو يتيمة الأبوين، فهذا لا يمكن اعتباره سببا مقنعا من بين الأسباب لرفض المشروع، لأنها فئة قليلة جدا لا يمكن مقارنتها بالغالبية العظمى من العوائل المكونة من عدة أفراد. وقد أحسنت حكومتنا الرشيدة صنعا باهتمامها الشديد بهذه الفئة الضعيفة التي لا يوجد لها كفيل من خلال منحها وحدة سكنية مراعاة لظروفهن الصعبة ولتخفيف الضغوط النفسية عليهن جراء ما واجهنه من مصاعب لا تحتمل، فقد جار الزمان عليهن وعلينا نحن مساعدتهن وليس مساعدة الزمن عليهن. فالشكر كل الشكر لحكومتنا الموقرة على هذه اللفتة الكريمة التي نعتز ونفخر بها، والتي وإلى سعادة وزير الإسكان الموقر على جهوده الكبيرة التي يبذلها في مجال تنفيذ المشاريع الإسكانية على اختلافها. ثالثا وأخيرا، إن محدودية الأراضي في البلاد هو أمر واقع وحقيقة لا يمكن نكرانها، ويتطلب الأمر من وزارة الإسكان أن تضع في الحسبان مرونة تصميم الوحدات السكنية، وأقصد هنا المنازل، لتتحمل التوسع العمودي مستقبلا من أجل بناء أكثر من طابق ليستوعب أبناء الأسرة الواحدة عند زيادة عددها. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا.